هو الفينال فيه في زوج جوانب. نعم. الجانب هذا والجانب نتاع الكوفيد كما تراش ما نجاوبك على هذا. تو نجاوبوا الكوفيد ما عندنا جانب اخر. الجانب هذا احنا انا ساعة عندي قناعة. رئيس الجمهورية هو بير دو فامي. بير دو فامي. وي. بونا. الشعب. بونا الحنين. بونا الشعب. اي بونا الحنين. وانا تربيت في وانا الرمز الرمز الاعلى نتاعي بابا الوالد. ربي يطول في عمره وزاد من خلال الوالده ربي يطول في عمرها ربي يقول الامهات ربي يفضل امك يفضلك الحي ويرحم اللي توفى. دونك تربيت في اسره نجم نقول لبابا هذه راهي مش مقتنع بها هذه راهي ما تجيش باحترام شديد ولكن يقول لك علاش وشنو هي الحلول البديله وكي تقنعه ما يقولكش لا من الصغار ونتقدر انه العائله اللي تربينا فيها الحمد لله خرجنا عائله سويه متماسكه سي سويت دونك هل السلوك كبر بي نجم نجي نقول انا البول العائله الكبيره اللي هو الشعب التونسي اذا كان يتصل بيا راهو هاو علاش ما نجموش وهاو علاش نجمو معناها مش كل شيء نقول ايه ومش كل شيء زاد نقول لا كي نقول لا نقولها لطيفه وباحترام ما نقولش حتى لا راهو ظهر الامكانيه صعيبه وهاو علاش الساعه ما عنديش اتصال مباشر مع رئيس الجمهوريه ولا كان عندي اتصال مباشر ولا لا ولا كان عندي اتصال مباشر مع مدام نادية عكاشة كما قاعد يتقال مديرة الديوان مديرة الديوان انا اتصال كان مع السيد الوزير فقط وهو اللي كان همزة الوصل ما بين انا وما بين رئاسة الجمهورية انا ساعة نبدا لك من الاول ديبوي لونتون ما عادش اسمه كاس رئيس الجمهورية وهذه مغالطة كبيرة ربما صارت وربما حتى السيد الرئيس في الاول هزوا له معلومة على اساس اني نحيت كجامعة تونسية كرة القدم هالشرف ولا هالرمزية بتاع البروتوكولية من رئيس الجمهورية من اللي كان اسمه كأس رئيس الجمهورية اللي نحيناها حطيناها الحبيب بورقيبة هو اسمه كأس تونس. نعرفوه كأس رئيس الجمهورية. لا في عهد بن علي ما كنتش تتجرأ تعمل الحاجات هذوما لو كان جيت رئيس جامعة في عهد بن علي ما تتجرأش تعمل. في بن علي ما تتجرأش تعمل برنامج كيما هكا. صحيح. لا أما نجم نعمل معاك أنت نجيب. لا نجم نجيب. معايا أنا تجيب يا ما تنجمش تعمل برنامج كيما هكا ما تنجموش تاخذ الفضائيات. توا راك تحكي على بن علي مش كيما تحكي على قيس سعيد راك معناها نوعا. أنا ما نحبش نحكي لك على تجاربي السابقة. ولو أنك عاودتها بونا الحنين هي بيدها نفس اللغة. زعما. هذيك هي. على كل حال أنا ما قلتش بويا الحنين قلت بو الناس كل قناعة شبهت بابا اللي تعطيهم خامبوك وقلت لك راهو بابا ما يعلو لي حد راهو باش نبدا واضح. وقلت لك هو الرمز الأول قلت لك سيتين فيلوزوفي كيفاش أنا نفكر. دونك قالوا له في 14 اوت 2019 قبل حتى ما السيد الرئيس يولي رئيس وقبل حتى الانتخابات انا علاقتي كانت متميزه جدا بسي الباجي الله يرحمه الله يرحمه وكان يكلم فيا برشا سيرتو في المناسبات الرياضيه ولا ساعات تبدا عندنا اسامبلي ونستشير وهكا حاجات في الخارج في حاجات ربما فيها رمزيه هيك دبلوماسيه ولا حاجه اللي نحب وكان ديما يكلمك ويرجع لك تقريبا في كل المقابلات اللي لعبناها من برا في نهائيات كاس العالم معناها في تصفيات بتو كاس العالم في غينيا في الكونغو الديمقراطيه وين لعبنا يكلمنا ويوصل حتى من لوروندو ما يطمن عليك معناها فريمون معناها كان متابع يس اللي يمسك الوقار والعمر رئيس الجمهوريه يتبع فيها وصلتوا ما وصلتوش وكان يحضر لنا ديما اونتر اوتر حضر لنا ماتش ليبيا بتاع الكاليفيكاتيف على كوب دي موند وبعد وفاه الاجل الله يرحمه وينعمه قلنا كمكتب جامعي نعملوا ماتش صغير للشخص اللي عاوننا حتى معنويين وديما وقبلنا برشا مرات في القصر. انطلقت الفكره قلنا نسموا كوبا بتاع الاول على اسم. وبعد قلنا علاش احنا ما نعملوش عرف عندنا برشا رموز. وشفنا انه 2020 عشرينيه الحبيب بورقيب. قلنا بوركو با 21 كومون ديريج صالح بن يوسف اللي هما مش متفاهمين معنا ما نجمش يكون ثم حاجه سياسه. بعد سي فرحات حشاد وبعد سي هادي شاكر قلنا سانكي ديسيون فيه مبارك هذوما لهم حزب واحد لهم مش حزب واحد معناها مختلفين في التوجهات في المناطق ولكن رموز وطني دونك ما عنده حتى علاقه بالواحد وقت لي علمت من سيد الوزير انه سيد الرئيس ما تغشش فعلا ومدام نادي عكاشه ما تغشش فعلا كيفاش كانه احنا اسلبنا هالرمزيه الفخريه لرئيس الجمهوريه فسدت قلت هذا راهو قرار سابق ما نجمش يرتقي لي اني انا مستاء مني او انا نعمل في مؤامره او انا ربما ما قدرتوش الوالد اسامه معناها واكبر دليل عطيته محضر الجلسه راهو في اوت 2019 قبل حتى الانتخابات الرئاسيه وعلى اساس انه هو يجي يسلم الكاس ما وقتها ما حكيناش يجي ولا ما يجيش على فكره لو برشا مرات ما جاوش رؤساء الجمهوريه مش ديما يجي وراه اما المهره هذه مجرات العاده لا برشا انا تو عندي قداش على العام التاسع برشا مرات رؤساء الجمهوريه ما جاوش مش ديما يجي وثم يجي وما يجيوش
ماهوش ماهوش المره هذه السبب ما كانش عادي، فما توتر كانوا يجي كانوا ما يجيوش لاسباب تلقائيه او معناتها هو نوصل لك بقال مكان المكان احنا عيناه في المسير قبل من الكارو دي فينال، واحنا هذا توجه قلنا فيه رمزيه بورقيبه باعتبار مولود غادي ولد فن غادي، وفي تقديرنا نحن سيد الرئيس الجمهوريه مشى قداش المره القبر نتاع بورقيبه، دونك حتى في مخنا ما نجمش يكون انه عنده اشكال، وهو فعلا ما عندوش اشكال، وهو يقول فيه انا علنا لا عنده اشكال لا مع المنطقه لا مع بورقيبه لا مع العائله هذيك السياسيه، وعيناه قديم قبل الكارو دي فينال سيدي سويت. دونك بناء على شنو؟ بناء على النصوص، وطالما نديهالك باش نبدلك البي في القديم وباش نبدلك النص على اساس انه الكومونديريج التعيين هذا معناها من صلاحيات المكتب الجامعي، وهو يتماشى مع توجهات الدولة. اليوم الدولة اش تقول لك؟ لا مركزية. معناها نحن كي فينال تمشي المسير ماهيش غلط. اي ما علاش صار توتر مع رئيس الجمهورية؟ التوتر انا من ناحية ما عنديش توتر، انا كنت ان سيد الوزير علمني انه الموضوع ينجم يكون في حتى تداعيات. اذا كان لا استجيب فسرته بالقانون، ونحب نشكره سيد الوزير انه فهم، ونصوروا معناها لعب دور ايجابي، وان شاء الله في اول فرصه تسمح مع رئاسه الجمهوريه وقت كان هم يحبوا عطاو يزيدوا يقتنعوا اكثر انه لنا نكون لهم كل الاحترام والتقدير، وان رانا ان شاء الله نكونوا هيكل صغير ولكن رافد من روافد معناها لمن شم. يعني ما فماش توتر مع رئيس الجمهوريه، الرئيس علاش ما جاش؟ علاش تراجع؟ كان باش يجي هو ما علمناش باش يجي بعد تراجع. سمعنا اللي هو باش يجي باش يسلم الكاس ثم تراجع. انا ما علمونيش كي علمني سيد الوزير عملت خطوه اداريه. انت علاقتك باهي برئيس الجمهوريه حاليا؟ ما عنديش بها علاقه بعد كان بي. بالكل ما توصلناش بالكل ما توصلناش يا اخي، هي العلاقه ما هي علاقه ثنائيه، ما قبل الحق نتعاونوا مباشره مع حتى مع الرئاسه ما فماش ما عندي حتى تواصل.